هذه السائلة تقول: هل النصيب يتغير مع الدعاء وإلا مكتوب لنا لا يتغير أبدا؟ الدعاء يجلب النصيب الطيب ويجلب الخير. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. فلذلك نقول بأن النصيب يأتي ببركة الدعاء، والنصيب يعتبر من الخير سواء كان من زواجنا أو غيره. فأنت بالنسبة لك تدعين لنفسك أو لبناتك بالخير، فكل ذلك يكون من الدعاء. هل هو يتغير أو أن الله سبحانه وتعالى كتب الخير بدعاء، كتب الدعاء وكتب الخير؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ادعوا والله عز وجل كتب لكم الدعاء وكتب لكم الخير، فهكذا يكون الدعاء من الخير الذي كتبه للإنسان.